Hey, what's up you guys, يا دريات مرحبا بكم فيديو جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد مع كيزوكي جامر. anyway في هذا الفيديو هذا جيت نوضح لكم شي اشاعات وشي مشاكل واقعه في فيسبوك الروينه نايضه في فيسبوك واتساب في تويتر نيت في انستغرام كل شيء كيقول لك انا نجيكم ديريكت باش يكون فيديو قصير هذا الفيديو خفيف ضريب. جيت نقول لكم بلي الحكومة المغربية قالت هدرها إشاعات باش نوضحو مزيان قالت ستزيل الحكومة المغربية ستزيل فريفاي من المغرب. خوتي ما بقاوش تيقوا اختي ولا خويا ما بقاش تيق اي مصدر اي مصدر كيما بغا يكون ما تيقوش واخا تكون اي حاجة كتيقوا لهاداك الاسبريس ولا ديزل كيف داكشي راه إشاعات ومونتاج داكشي راه ساهل شيزا اي واحد كرياتيف وسهل ويحطو داير الشغل كلشي كيجيو يسوني البحر بغيت نمشي لنا فريفاير بغيت نمشي لنا فريفاير. خوتي ما كاينش شي مصدر حقيقي. واش بان لكم الرئيس الحكومه ديالنا المغربيه طلع قال لكم ستزال طنطان ما كاينش هادشي كذوب. اذا فما بقاوش تيقولنا بحال هاد الكذوب هادشي جات توضح لكم حيت بزاف جاو كيسوني حتى ما قديتش باقي في انستغرام نجاوب على بزاف ديالهم واسمح لي اللي ما كنجاوبوش اسمح لي راه غادي نجاوبكم باقي. anyway هادشي اللي كان في هاد الفيديو وضحت لكم بحال هادشي. المهم بحال هكا كنبقى نوضح لكم الا كان شي اشاعات ولا لا كنبقى نوضح لكم في فيديوهات. المهم هاد السلسله بغيت ندخلها عندي وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والله الا كنشكركم بزاف كنبغيكم بزاف. كان معكم كيزوكي كما العاده تهلاو.